كل الدنيا لازم تشارك بالنصر هذا، واتمنى كل الامه الاسلاميه تشعر بالشعور اللي احنا شاعرين به هذا يا رب. المقاومة تضلها واحنا بدايات تضلها مستمرة، واحنا مبسوطين في المقاومة وكتائب القسام. يعني انا شاب واحد فتحاوي، انا لحتى الان اليوم احب كتائب القسام، بفتخر فيهم. بقول لك شعور كتير كتير حلو، النصر للاقصى والمسلمين وللمقاومة، ربنا يحمي لكم شبابكم ويرحم شهدائنا ويحمي الملثم القائد اللي بيسيطر على تل ابيب. ان شاء الله هيك يا رب، غزة تتحرر، فلسطين والمسجد الأقصى يا رب، وإنا إلى الأقصى لقادمون إن شاء الله. هذا شعور فرحة، شعور نصر، هذا النصر المؤزر اللي ربنا بعدنا فيه، ولا ننصرنكم ولا بعد حين، وهذا الحمد لله نصر عظيم من الله عز وجل الذي وعدنا به. نشكر مقاومتنا بالشد على أيديهم حتى تحرير باقي فلسطين كلها، حتى ندخل الأقصى إن شاء الله محررين بإذن الله تعالى. إحنا دماءنا وأولادنا وأبنائنا كلنا فداء للوطن. مقاومتنا بخير، ترفع الراس واستمر يا مقاومة، استمر يا مقاومة، الشعب كله معاك، الشعب كله معاك. شعري كتير 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 فرحانة عشان انتصرنا على الجبنة واليهود والإسرائيليين. كتير بشكركم كتير كتير كتير. الله ينصر المجاهدين ويحفظهم يا رب، ينصرهم ويحفظهم عن جد، والله أشهد الله إنه ناس بترفع الراس. والمرة الجاية إن شاء الله اجتماع هذا يكون بالأقصى، في باحات الأقصى يا رب بإذن الله تعالى. حط السيف قبال السيف، وإحنا رجال محمد طيب، وإحنا رجال محمد طيب.